طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة بدأنا في الـ difficulties in retinoscopy، صعوبات في جهاز الريتينوسكوب. Number one, some refractions are easy like myope, hypermetrope. بعض الأخطاء الانكسارية are easy، سهلة، while others are extremely difficult. لكن الأخطاء الأخرى مثل الهاي ميوب، الهاي أستيغماتيزم، هاي هايبرمتروب تعتبر صعبة جدا. ريتينسكوبي is an art، جهاز الريتينسكوب هو عبارة عن فن، which requires painstaking practice and cannot learn in one day، انه بيحتاج الى مثابرة عملية ولا يمكن تعلمه خلال يوم واحد. Retinoscope essential practical، انه هو اساس علمي، and cannot you learn by the textbooks or by the handbooks. اوكي، اليوم حنبدأ في special difficulties retinoscopy or special difficulties retinoscopy. ما هي الصعوبات الخاصة في جهاز الريتينوسكوب؟ طبعا اول صعوبة الفينتينج اوف ريد ريفلكس، بمعنى فينت شو معناها؟ باهت. فينتينج اوف ريد ريفلكس انه الريد ريفلكس بيكون باهت غير واضح. طيب الفينتينج اوف ريد ريفلكس شو الكوزز، اسبابه؟ السبب الاول ممكن انه يكون اوكيولار ميديا أوبيك، إنه كلمة أوبيك شو معناها؟ عتامة في الأوكيولار ميديا، أي بمعنى الوسط العيني. طبعا مثل الكورنيال اليوكوما، الكورنيال اليوكوما أي بمعنى وايت أوباسيتيز أوف ذا كورنيا، إنه بيكون عتامة بيضاء على القرنية. أوكي، نمبر تو blood in anterior chamber like hyphema. Number 3 immature cataract، أي بمعنى cataract غير ناضجة. Hyphema blood in anterior chamber. ال anterior chamber أخذنا شو تعريفه؟ anterior chamber عيد التعريف. اوكي، اذا الانتيريور شامبر فلويد سبيس ذا فيلز بتوين ذا كورنيا اند ذا ايريس. اوكي، نمبر 4 مايلد فيتريوس هيموريج، اي بمعنى نزيف في الفيتريوس، لكن هذا النزيف بيكون بسيط غير حاد. مايل قلنا بسيط. اوكي، اند ريتينال ديتاشمنت، ريتينال ديتاشمنت بمعنى انفصال في الشبكية. شو تعريف الريتينال ديتاشمن؟ مر عليكم تعريف الريتينال ديتاشمن بالعربي؟ up to you. انه الطبقة العصبية اللي فيها والطبقة الثانية من الشبكية بيصير فيه انفصال في الاليفيشن. اوكي، اذا كلامك صح. في another definition بالضبط، انه separation انفصال between the retinal pigment epithelium الطبقة الاولى والفوتوريسبتور اللي بتتكون من الرود والكون، اي بمعنى الطبقة الاولى والتانية للشبكية. due to maybe loss of nutrition، فقدان في التغذية للريتينا. هذه السبب الاول لمين؟ للفينتينج of red reflex. السبب الثاني الهاي ريفراكتيف ايرور. اوكي، الهاي ريفراكتيف ايرور مثل الهاي ميوب او الهاي هايبرمترو. اذا السؤال سبيشال
difficulties. And retino. Maybe the question will be discuss and draw the special of difficulties in retinoscopy. أي بمعنى ناقش وأرسم الصعوبات الخاصة في جهاز الريتينسكوب. Okay. One by one. Number two. Fainting. Of red reflex. أي بمعنى بهات أو عدم وضوح في الريد ريفلكس. أوكي. طبعا الكوزز أسبابها إيه؟ أوكيولار ميديا أوبيك. أي بمعنى عتامة في وسط العين. بتشمل number one corneal الليوكوما white opacities يعني عتامة بيضاء على القرنية. White opacities corneal الليوكوما white opacities of the cornea. Number two, a blood in anterior chamber. طبعا اختصار AC anterior chamber بنسميها الهايفما. الهايفما بمعنى blood في الانتيريور chamber يعني بيكون في دم في الانتيريور chamber. طبعا في الصورة الهايفما ممكن انه مرات لما يكون عنده ديابيتس ميليتس يكون عنده اللي يسبب له lead to هايفما. نمبر 3 immature للكاتاركت أي بمعنى مياه بيضاء غير ناضجة. Number four mild vitreous hemorrhage أي بمعنى نزيف غير حاد في الفيتريس. أوكي. Number five retinal detachment انفصال في الشبكية. It is a separation between ما بين الطبقة الأولى retinal pigment epithelium and photo ريسبتور اللي بتتمثل في الرود والكون. اوكي. هذا السبب الاول الاوكيولار ميديا اوبيك. اوكي. السبب الثاني الهاي ريفراكتيف ايرور. السبب الثاني الهاي ريفراكتيف ايرور الفينتينج اوف ريد ريفلكس بي يعني صحيح بي. اوكي.
يعني هذه الفينتينج اوف ريد ريفلكس الكوز تاعها ايه؟ اوكيولار ميديا اوبيك، عتامه في سطح العين. انه ايش السبب تاعها؟ زي الكورنيال اليوكوما، المايلد فيترياس هيموريج، هيماتيور كاتراك، بلاد ان انتيريور شامبر، اند ريتينال ديتاشمنت. بي خلصتوا؟ طبعا الهاي ريفراكتيف ايرور، بي هاي ريفراكتيف ايرور، هذا اختصار للريفراكتيف ايرور. زي مثلا هاي ميوب اور هاي هايبر متروب. اوكي، هذه كلها ضمن مين؟ الفينتينج اوف ريد ريفلكس، بهات لا او عدم وضوح الريد ريفلكس. اوكي واضحة؟ واضح؟ يعني الآن السبيشال ديفيكولتيز، الصعوبات، أول حاجة إنه في صعوبة في رؤية الريد ريفلكس بنسميها الفين. إذا الآن لما بتعملي البروسيجر عملية الريتينسكوب وبتشوفيش الريد ريفلكس بشكل واضح، إيش بنقول؟ إنه هذه فينت. بتقولي ليش الريد ريفلكس مش واضح؟ كي فينتينج اوف ريد ريفلكس، لما يكون واضح برايت مضيء الريد ريفلكس. واخذنا اعتقد الكاركترستكس لمين؟ للريد ريفلكس، من ضمنهم انه يكون اذا كان برايت بيكون عند المريض سمول ريفراكتيف ايرور، واذا كان فينت بيكون عنده هاي ريفراكتيف ايرور. اوكي، هذه كلها النقطه الاولى انه فينتينج اوف ريد ريفلكس، واضح؟ نمبر 2 variation، اختلاف of red reflex of different parts of different parts in dilated للبيوبل. كيف تفسيرها هذه؟ الآن نفترض عندي طفل استخدمنا معه السايكلوبنتوليت، عمل دايليت للبيوبل وعمل باراليسز للسيلري مصل. الآن بتلاحظي انه ممكن في السنتر يكون الريد ريفلكس برايت، لكن بالبريفرال ايش يكون؟ فينت، او العكس، في البريفرال يكون فينت وفي السنتر ايش يكون؟ برايت. طبعا هذه سببها ايه؟ السفيريكال ابريشن. السفيريكال ابريشن بمعنى الزيوغ الكروي. طبعا هي اوبتيكال ديفكت، مشكله بصريه اوبزيرف بتحدث. مين بيحدثها؟ الميرور او اللينز، العدسه او المراه. طيب كيف هذه بتحدث؟ انه نتيجه تغير الريفراكشن. تذكروا في اول محاضره ميزنا ما بين الفيزيكال ريفراكشن والكلينيكال ريفراكشن. قلنا الفيزيكال ريفراكشن لما بنتقل الضوء من وسط الى وسط اخر مختلف ايش؟ الكثافه، هذا بنسميه ايش؟ الريفراكشن. فالتشينج في الريفراكشن هذا ايش بنسميه؟ سفيريكال ابريشن. طبعا السفيريكال ابريشن في لها انواع، يا اما هاي اوردر ابريشن او لو اوردر ابريشن. شو الفرق بين الاثنين؟ اللو اوردر ابريشن بمعنى انه ممكن تصحيحه
بالنظارة أو العدسة اللاصقة زي الميوب والهايبر متروب أو بعملية، لكن ممكن can you correct by glasses or contact lens. هذا بنسميه إيه؟ low order aberration. الهاي اوردر ابريشن كان نوت كوريكت باي جلاسز اور كونتاكت لينز، كيف ممكن اصلحه؟ بالسيرجري، بالعمليه. في له انواع كمان، الكوما والسيجما. زي الان بيجي مريض عندك في المركز او في العياده او في المشفى، تعملي له مثلا ريفراكشن، بعديها بنستخدم البن هول، نو امبروفمنت، ما فيش تحسن ايه في الرؤيه عنده. طب ايش الحل؟ بدي افكر دائما بالهاي اوردر ابريشن. قلنا الهاي اوردر ابريشن مش ممكن اصلحه بمين؟ بالنظاره او بالعدسه اللاصقه، لازم السيرجري. فدائما ايش بقول للمريض؟ انك انت بدك صوره كورنيال توبوغرافي، انه فحص لتضاريس القرنيه. من خلال الصوره هذه ممكن انه اكتشف المريض اذا كان عنده هاي اوردر اور لو اوردر ابريشن. اوكي، إذا عندنا الـ variation of red reflex in different parts during dilated the pupil. النقطة الثالثة السيزر شادو. أعتقد معظمكم مر عليكم السيزر شادو، الحركة المقصية. أفهمتهاش؟ أوكي. الآن أنا عندي طفل. أوكي. حطيت له سايكلوبنتوليت، قطرة توسيع. الآن اجينا نفحص بالريتينسكوب، لقينا في عنا بريفيرال وفي سنتر الريد ريفليكس، مش في له بريفيرال وفي له سنتر، صح؟ لاحظت انت الريد ريفليكس صارت مع بعض الطالبات حتى في المعمل عنا، انه حكولي في البريفيرال الريد ريفليكس ايش ماله؟ فينت، باهت، لكن في السنتر كلير، واضح او برايت، مضيء. اوكي، فهذا ايش نتيجه ايش اللي صار؟ انه السفيريكال ابريشن. السفيريكال ابريشن شو معناها؟ انه اوبتيكال ديفكت، اي بمعنى مشكله بصريه. مين اللي بيحدثها؟ الميرور او اللينز، يعني المراه او العدسه. كيف؟ طيب نتيجه تغير في الريفراكشن. الفيزيكال ولا الكلينيكال ريفراكشن؟ الفيزيكال، انه من بتغير من 1 ميريديان ل 2 ميريديان. اوكي، مختلف الكثافه. طيب السفيريكال ابريشن له انواع، زي ايش الانواع بتاعته؟ لو اوردر ابريشن والهاي اوردر ابريشن. اللو اوردر ابريشن ميوب، يعني مثلا لو انا ميوب اعتبر لو اوردر ابريشن، لو زميلتك هايبر متروب تعتبر لو اوردر ابريشن. الهاي اوردر ابريشن لا يمكن تصحيحه بالنظارة أو بالعدسة اللاصقة، شو بدنا؟ سيرجري في العملية. أوكي؟ يعني عندنا كمفهوم للسفيريكال أبريشن بمعنى الزيوغ الكروي، اوبتيكال ديفكت، انه مشكله بصريه اوبزيرفد، بتلاحظها الميرور او اللينز، due to سببها change of refraction.
بين قوسين الفيزيكال ريفراكشن. سفيريكال كروي ابريشن زيوغ. طبعا السفيريكال ابريشن كان بي كلاسيفايد ان تو تايبس، لو اوردر ابريشن، هاي اوردر ابريشن. وات از ذا تايب اوف سفيريكال ابريشن؟ لو اوردر. لو اوردر ابريشن. سفيريكال ابريشن كان بي كلاسيفايد ان تو تايبس، لو اوردر ابريشن، هاي اوردر ابريشن. لو اوردر ابريشن ميوب هايبر متروب، كيف ممكن اصلحه؟ اور جلاسز. هاي اوردر ابريشن بالنظاره او العدسه اللاصقه، تصحيحه من خلال مين؟ سيرجري، العمليه. الهاي اوردر ابريشن لا يمكن. الهاي اوردر ابريشن يو كان نوت كوركت باي جلاسز اور كونتاكت لينز، اونلي باي سيرجري. اوكي، مين مش فاهم؟ مش فاهمه؟ الهاي اوردر ابريشن يعني الان لو مريض عنده هاي اوردر ابريشن سواء الكوما او السيجما، لو انا عملت له نظاره نو امبروفمنت، كونتاكت لينز نو امبروفمنت، اذا ايش بستخدم؟ السيرجري، سواء الليزر سيرجري او الريفراكتيف سيرجري. اوكي، اذا التايبس اوف سفيريكال ابريشن كتبتوا هذه كتبتوها؟ حاضر. ريكورد. السفيريكال ابريشن، الان انا عندي ميوب او هايبر متروب، احنا حكينا انه اوبتيكال ديفكت، انه مشكله بصريه. مين بلاحظها؟ اللينز او الكونتاكت لينز، سوري اور الميرور. اوكي، ليش؟ طيب نتيجه تغير في الريفراكشن، يعني بمعنى انه الضوء بينتقل من وان ميديوم لميديوم اخر، زي بالضبط انه بنتقل من ميديوم عالي لميديوم اقل، من هاي ميديوم. اوكي طيب، الميوب يعتبر ايه؟ لو اوردر ابريشن. الهايبر متروب لو اوردر ابريشن. الاستيغماتيزم مثلا الريجولار استيغماتيزم يعتبر لو اوردر ابريشن. الهاي اوردر ابريشن زي مثلا الريجولار استيغماتيزم. شو تعريف الريجولار استيغماتيزم؟ مر معنا الميكس استيغماتيزم بالضبط او اقل، انه وان اوف ذا برينسيبل ميريديان ار نوت بريبنديكولار تو ايتش اذر، يعني واحد من المحاور بيكونش عمودي على مين؟ على الثاني، فبديني مين؟ الريجولار استيغماتيزم. اوكي، فهذه مش ممكن انه اصلحه بايه؟ بنظاره. يعني الريجولار استيغماتيزم يو كان تراي باي جلاسز اور كونتاكت لينز، لكن اذا ما وصلتش لنتيجه بحوله على مين؟ الهاي اوردر ابريشن. امبارح مرت حالة حجة تقريبا عمرها 67 سنة، اوكي، عاملة عملية كاتراكت بالليفت اي وعندها فايبروزز، تليف في الشبكية. طبعا عاملين هم الدكتور بليدنج للفيترياس، سوري بليدنج للفايبروزز للتليف، وعاملين لها عملية الكاتراكت المية البيضة. الفيجوال اكيوتي في الليفت اي 6/60، اوكي، with correction 6/24، يعني تقريبا ما فيش امبروفمنت اكثر من 6/24. فالدكتور حكى لي what is your opinion، شو رايك؟ فانا قلت له انه لازم تنعمل لها صوره كورنيال توبوغرافي، قد يكون انه عندها هاي اوردر ابريشن، انه السبب يعني بدها سيرجري عشان انه يصير لها عمليه ايه؟ امبروفمنت. ليش؟ لانه عندها كمان الريتنا الشبكيه كلير صافيه، ما فيش فيها مشكله. او الامر الثاني، الاحتمال الثاني، انه يصير لها صوره للشبكيه، لو كان في مثلا عندها، اكيد مر عليكم الليكج، انه زي اللي هو تيرينج يعني دموع، انه او ترشيحات بنسميها بالعربي في الشبكيه، فواحده من التنتين. اوكي، فعندنا التايبس اوف سفيريكال ابريشن،
types of spherical aberration number 1 low order aberration like myope hypermetrope astigmatism number 2 high order aberration طبعا هان can correct by glasses or contact lens ال high order aberration like مثلا irregular astigmatism وبتحتاج للسيرجري أي بمعنى عملية أوكي هدول التايبس of spherical aberration أنواع أوكي ضن طيب الآن نمبر 3 من الاسبيشال ديفيكولتيز الريتينوسكوبي السيزر شادو السيزر شادو عبارة عن حركة مقصية بمعنى انه واحد ونص لو الآن كل عين زي ما انتم عارفين في لها 2 ميريديان هوريزنتال فيرتيكال ميريديان ممكن يكون نورمال او يكون اوبليك الآن واحد ونص منهم بيكون حركته مثلا with والنص الآخر إيش بتكون against أوكي إذا التنين بتحركوا يعني مثلا لو فرضنا هذا ميريديان آخر نصه بتحرك with والنص الثاني إيش بتحرك against فهي بتعمل الحركة زي السيزر حركة المقص يعني you can imagine for the shadow أوكي in your eye انه تخيلي زي كأنه مقص امامك كيف بتحرك المقص انه بتلاقي واحد ونص منهم بتحرك في نفس الاتجاه والنص الاخر بتحرك ايه باتجاه اخر فهذا بيسبب لي السيزر شادو يمكن اختنا خديجة شافت امبارح السيزر شادو طبعا هي تعتبر special difficulties الريتينوسكوبي طبعا السيزر شادو في منه حالات انه ممكن بس بالسنتر لكن الحالة امبارح كانت في السنتر وبالبريفرال يعني ممكن السكري السنتر لكن البريفرال ايه بظل فاتح اذا نمبر 4 من اوكي طبعا الكوزس تاعتها كورنيال سكار ندبة في القرنية او بيكون الكوزس تاعه الريجولار استيغماتيزم زي الكيراتوكونس القرنية المخروطية نمبر 3 سيزر شادو الكوزس اسبابه Number one, corneal scar. Scar بمعنى ندبة في القرنية. Number two, K
كيراتو كونس قرنية المخروطية الريجولار استيغماتيزم حكينا تعريف الريجولار استيغماتيزم انه one of the two principal meridian are not perpendicular to each other يعني ما بكونش عمودي على الاخر اوكي نمبر 4 عندنا السكوينتينج اي زي مثلا الاطفال لما يعني بكون عنده سكوينت سواء يعني حول للداخل او حول للخارج هذا من الصعب انه ايه اعمل له ريتينسكوب اوكي الحاله الاخيره النستاجمس الرقرقه في العين انه بكون عنده ايه موفمنت اوف ذا اي اذا عندنا نمبر 4 misalignment of the eye squint number 5 nystagmus رأرأة في العين misalignment انه عدم توازن العينتين او عدم استقامة العينتين اللي بنسميه سكوينت حول والاخيرة النستاجمس رأرة العين هذه السبيشال ديفيكولتيز الريتينسكوبي الصعوبات الخاصة في جهاز الريتينسكوب اتفضل you need practice You need to measure for patient they have nystagmus or squint eye or they have keratoconus. What I can do? أنا حكيت إنه in my opinion إذا أي واحد عنده وقت فراغ وعندك حالة ممكن إنه تعرضيها عليا أو تشتغليها وأنا أكون موجود وأنا في عندي ساعات مكتبية. إذا سواء كان للمعمل أو للثيوري بس أنتو لحد الآن فيش واحدة إجت في إلها حال تقريبا القرنية القرنية المخروطية الكيراتوكونس نتيجة تشينج للكيربيتشر أوف ذا كورنيا نتيجة تغير التحدب القرنية أوكي في الغالب الكيراتوكونس في لها كلاسيفيكيشن تصنيف مايلد مودريت سيفير إذا كان في حالة السفير بتكون يعني ملهوش حل إلا إزالة أو تغيير للقرنية لكن إذا كان في حالة المايلد أو المدرد ممكن أنه نستخدم معه glasses أو contact lens أو عدسة لاصقة hard contact lens أوكي؟ طيب من الشقة هذه مين يحكي لي difficulties الريتينسكوبي؟ special difficulties الريتينسكوبي number one يلا يا مي special difficulties الريتينسكوبي نستاجمس رأرة العين number 2 fainting of red reflex causes ال causes لل fainting of red reflex ال ocular media opaque الاوكي اوكي وال كورنيال اليوكوما والمدرياس هيموريد اوريجينال ديتاشمنت اوكي هو الاندريتش ذا امبورتانت وان فور يو الهاي ريفراكتيف ايرور هاي مايوب اور هاي هايبرمتروب اوكي انذر وان سيزر شادو اوكي فاريشن اوف ريفليكس اوف ديفرنت بارتس ان ذا دايليتد بيوبل يعني بمعنى فاريشن اختلاف للريد ريفليكس
during dilated of pupil انه بيكون السنتر مثلا برايت والبريفرال بيكون فيمت. اوكي طيب special difficulties retinoscopy الشقه هذه نمبر 1 يلا يا مي نمبر 2 فينتينج ريد ريفلكس في الفينتينج ريد ريفلكس الكوزز فينتينج اوف ريد ريفلكس الكوزز بتاعت الريدنج في عند الاوبيك ميديا وفي عند الهاي ريفراكتيف ايرور زي الكوزز ده الاوكيولار ميديا اوبيك للاوكيولار ميديا نمبر 1 الكوزز اوف اوكيولار نمبر 2 حنان نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 اوكي انذر 1 فور ذا سبيشال ديفيكولتيز ريتينوسكوبي هاي ريفراكتيف ايرور ان مايوب اند هايبرمتروب انذر 1 اوكي نستاغمس سكوينت مس الاينمنت اوف ذا اي اكسارو 5 سيزر شادو اوكي وات از ذا ديفينيشن اوف سفيريكال ابريشن شو تعريف السفيريكال ابريشن اب تو يو سفيريكال ابريشن اوبتيكال ديفكت انه حاله بصريه بلاحظها مين انه اوبزيرف بتحدث لللينز او الميرور نتيجه تغير في مين في الريفراكشن الفيزيكال ولا الكلينيكال الفيزيكال ريفراكشن اوكي الهاي واللو كلاسيفيكيشن اوف سفيريكال ابريشن براء تفضل ممتازة. Special difficulties in retinoscopy number 1 of red reflex. Okay. Another one. Variation of red reflex in dilated pupil. Okay. Special difficulties retinoscopy. If you want to translate for the word, number one, fainting of red reflex. بمعنى بهات أو عدم وضوح red reflex. Causes أسبابها. Opaque للأوكيولار ميديا. إذا أول سبب يا براء إنه fainting للred reflex. إنه عدم وضوح red reflex. شو أسبابها؟ أوبيك للأوكيولار ميديا أوبيك بمعنى عدم وضوح عكس أو عتامة للأوكيولار ميديا طبعا هي أوفيزت لمين؟ لترانسبيرن أوبيك للأوكيولار ميديا زي مثلا الكورنيال اليوكوما كورنيال اليوكوما بمعنى white opacities of the cornea أوكي؟ Number 2 blood in anterior chamber like hyphema okay Number 3 lens opacities عتامة في العدسة like immature cataract عدم نضوج العدسة يعني بمعنى انه عنده مية بيضاء لكن مش ناضجة okay لانه في انواع للكاتاراكت ممكن تكون immature غير ناضجة ممكن تكون mature وهايبر mature okay vitreous bleeding انه يعني ازاله للفيتريوس يعني واحد يقول لك مثلا bleeding بمعنى removal هذه كثير بنستخدمها في العيادات واحد يقول لك
انه عمل ريتينال بليدنج. بليدنج بمعنى ريموفال. اوكي مايل فيتريوس هيموريج اي بمعنى نزيف في الفيتريوس لكن ايش ماله خفيف. ريتينال ديتاشمنت انفصال في الشبكيه. Very high refractive error like high myop or hypermetrope. Okay. بس عن كتب في الأوبات أكل أميجا الجلوكوما. لا. جلوكوما. لا. ما يصير. الجلوكوما إلها علاقة في موضوع الانتراوكيلار برشر إنه زيادة أو نقصان في ضغط العين. طبعا هذه الكورنيال اليوكوما شايفين يمكن الوايت اوباسيتيز للكورنيا هي واضحه هان في زي عتمه من ناحيه الوايت اوباسيتيز عتامه بيضاء للكورنيا. اوكي الهايفما هي بلاد وين في الانتيريور شامبر. فيتريوس هيموريج طبعا هذه الصوره مش مايلد فيتريوس هيموريج هاي تعتبر مودريت او سيفير فيتريوس هيموريج. اوكي ريتينال ديتاشمنت انفصال في الشبكيه سيبريشن بتوين ذا ريتينال بيجمنت ابيثيليوم اند فوتو ريسبتور فاريشن اوف ريد ريفلكس ان ديفرنت بارتس اوف ذا دايليتد بيوبل انه اختلاف في الريد ريفلكس بأجزاء مختلفة من وين؟ من الريد ريفلكس خلال اللي هو توسيع البؤبؤ. اوكي the central part being different from the periphery انه بيكون الجزء المركزي مختلف عن مين؟ البريفري. يعني بمعنى انه السنتر بيكون برايت والبريفرال ايش بيكون؟ انه فين. The variation is accentuated by the dilatation of the pupil midriasis. إنه الاختلاف هذا بيبرز من خلال توسيع مين؟ البؤبؤ. كلمة accentuated بمعنى إبراز أو يعني تبرز أو تظهر خلال توسيع مين؟ البؤبؤ. This is due to spherical aberrations نتيجة زيوغ كروي بمتد to cause an increase in the brightness of the center or the periphery of the pupil depending on whether the aberration are negative in hypermetrope or positive in myope. يعني ممكن انه يكون كمان spherical aberration positive او يكون negative. طبعا دائما البوزيتيف هو virtual تخيلي مش موجود على يعني ارض الواقع بمعنى انه الان بمر اللايت ريز لكن بتجمع بايه بلاين بخط لكن في النيجاتيف ابريشن بتجمع بنقطه واحده بعد ما يمر مين من الاوبتيكال سيستم اي بمعنى النظام البصري سواء كانت لينز او ميرور. اوكي نيجاتيف ابريشن وات از ذا ديفرنت بتوين ذا نيجاتيف اند بوزيتيف ابريشن بمعنى الزيوغ البلس او الماينس. النيجاتيف ابريشن بيكون الاطراف فين لكن السنتر ايش بيكون شاين شاين بمعنى مضيء. البوزيتيف ابريشن البريفري از شايني اند ذا سنتر از فين اي بمعنى الاطراف بتكون مضيئه والسنتر بتكون فين. This is virtual يعني هذا مش ممكن تشوفيه على يعني امر ايه انه موجود هذا تخيلي. اوكي اهم شيء في السفيريكال ابريشن الديفينيشن اوف ابريشن اور سفيريكال ابريشن اند كلاسيفيكيشن اوف سفيريكال ابريشن انه كتصنيف للسفيريكال ابريشن. يو كان اذا عندنا البوزيتيف سفيريكال ابريشن انه اللايت ريز كله تجمع بايه بلاين وهذا يعتبر فيرتشوال يعني مش ممكن انه تطبيقه. اوكي النيجاتيف سفيريكال ابريشن كل اللايت ريز تجمع بنقطه
واحدة إنه one point. أوكي. السفيريكال البوزيتيف سفيريكال ابريشن انه كله بيتجمع بلاين خط. اوكي هذا بالنسبه للبوزيتيف سفيريكال ابريشن. النيجاتيف سفيريكال ابريشن بيتجمع بنقطه ب1 بوينت. اوكي اللاين انا بدي هان منطقه هذه النيجاتيف سفيريكال ابريشن 1 بوينت انه كله كانه بيتجمع على الشبكيه لكن هان هو عدسه. اوكي يعني الان لو هذا بدنا نطبقه انه عباره عن لايت ريز امامه اوبتيكال ستيت سواء ميرور او لينز وكل الاشعه اذا كانت ماينس سفيريكال ابريشن كل الاشعه هتتجمع في نقطه واحده لكن في البوزيتيف سفيريكال ابريشن هو يعتبر تخيلي فيرتشوال. اوكي فكلها بتتجمع عباره عن لاين خط. طبعا هذه تعتبر بوزيتيف ولا نيجاتيف سفيريكال ابريشن؟ لا بوزيتيف. بوزيتيف ليش؟ بالضبط انه عباره عن ايه لاين واحد. اذا هذه بوزيتيف ولا نيجاتيف سفيريكال ابريشن؟ بوزيتيف لانه كله تجمع بعد الاوبتيكال ستيت في لاين واحد. اوكي عندنا السيزر شادو اي الحركه المقصيه when a mixed aberrations بمعنى لما يكون الزيوغ منزمج يعني بمعنى في اللي هو اكثر من حركه with or against negative and positive occurs so that one half the reflex differs from the other half in its refractivity بمعنى انه واحد ونص فيهم بتحرك with او بتحرك against والهاف الثاني ايش بتحرك عكسه يعني الان واحد ونص منهم اتحرك نفس الحركة والهاف الاخر اتحرك حركة another direction two band reflexes appear which move toward and away from each other like the blades of scissor زي حركة مين المقص انه الجزئين تعون البارس of scissor اللي هو الجزئين تعون المقص. اوكي the optics الظاهره او دائما الريتينسكوب له اوبتكس بمعنى انه لما بتجمع الضوء كيف بنشوف الريد ريفلكس بعدين بنعكس للبيشنت من البيشنت اي للاكزامينر اي فكلمه اوبتكس يعني شو المبدا او البرنسبل تاعه. اوكي the optics of the phenomenon اي بمعنى الاساس لهذه الظاهره where in one of the aberration is relatively myopic and the other hypermetropic اللي احنا بنسميه الميكست استيغماتيزم يعني الظاهره تاعت السيزر شادو معتمده على مين على الميكست استيغماتيزم بمعنى one of the principal meridian focus in front the retina والثاني وين behind the retina يعني واحد ميوب واحد هايبر مترو عشان هيك واحدة من الحركة حركة ونص with or against وانذر half ايش بده يكون opposite direction عكس الحركة. اوكي اذا السيزر شادو دايما بيكون مرتبط في مين في الميكس استيغماتيزم انه one of the principal meridian focus behind the retina and another one focus in front the retina. لما يكون one meridian with the rule and another meridian against the rule هذا بيكون عند المريض ايه استيغماتيزم لكن ممكن يكون هذا ممكن يكون ريجولار استيغماتيزم بمعنى انه التو برينسيبل ميريديان ار بريبنديكولار تو ايتش اذر يعني عموديين على بعض. اوكي هذا بيكون ميكس استيغماتيزم يعني واحد قبل الشبكيه والثاني خلف الشبكيه. اوكي
يعني one of the principal meridian focus behind the retina and another one in front the retina. لو بتذكر اخذنا types of astigmatism, واحد منهم mixed astigmatism اللي انت بتحكي عنه هو السيمبل, سواء هايبرمتروبيك او ميوبيك استيغماتيزم. لسه نشاد اصلا حتشوفه بعينها لما تيجي تفحص, حتشوف انه زي المقص حرق. هي اللي بتساله السؤال مش عن السيزر شادو, الفرق ما بين الريجولار والريجولار استيغماتيزم. بمعنى شو الفرق ما بين الريجولار والميكس استيغماتيزم؟ صح؟ زي ما اتفقنا انه السيزر شادو present in corneal scar. corneal scar بمعنى ندبة في القرنية. دايما بتعرفوا انه الكاركترستيكس للقرنية انه هي transparent, طبيعتها شفافة. فالان لو بتعرض المريض لتروما ضربة بصير اوبيك, او مثلا بصير ندبة في القرنية. هذه سببها ايش الندبة اللي في القرنية؟ نتيجة انه بالضبط انه الكونكتيف تيشو ما بصير لهاش عملية ايش ريجينيريشن, فبصير اللي هو زي نيكروزز انه بتموت الخلايا هذه, فبتعمل زي ندبة. اوكي, الريجولار استيغماتيزم لايك كيراتوكونس, طبعا هذا تكلمنا فيها انه القرنية المخروطية, انه تغير في مين, في تحدب القرنية, وبرضه بديني شادو. السكوينتينج تشيلدرن اور استرابيزماس اور ديفيشن تشيلدرن, طبعا هذه في حالات اللي هو المس الاينمنت اوف ذا اي. اوكي, واخر حاجه النستاغماس كورنيال سكار, ندبه في القرنيه, انه بيكون بالنسبه للمنطقه المضيئه زي كانه ندبه في القرنيه, يعني زي عباره عن بوينت, نقطه في داخل القرنيه. لما بسلط اكيد اشتغلتوا على الست لام, يعني بركز عليها بحس زي في انه كانه اكتيفيتي, انه زي كانه ندبه فيها للقرنيه. اوكي, زي الندبه اللي مرات لو مثلا صار عندك جرح في الايد وبصير هيلينج شفاء له, فبصير ايه زي بتعلم احنا بنقول عنها. فهذه هي عباره عن الكورنيال سكار. ليش بصير الكورنيال سكار؟ لانه الكورنيا طبيعتها ايه ترانسبيرنت, شفافه. كيراتوكونس القرنية المخروطية, طبعا شايفين هان النورمال, لما تكون نورمال بيكون الكيرفيتشر للكورنيا ريجولار, لكن في الكيراتوكونس بتكون بروتروجن, يعني زي نتوء انه بارزة. اوكي, مس الاينمنت اوف ذا اي, زي الطفل هذا انه عنده مس الاينمنت في الاي عبارة عن الاسكوين الحول. طيب السبجكتيف فيريفيكيشن فور ريفراكشن, في حالة السبجكتيف فيريفيكيشن فور ريفراكشن, بداية بدنا نفهم الآن السبجكتيف. يمكن احنا اخذنا الديفينيشن للسبجكتيف ريفراكشن فور السبجكتيف ميثود, نعمل ريفايمنت أو verification ل نعمل verification لمين, للrefractive error by estimated, إنه نحدد قديش الobjective method to obtain the best vision. okay, with the response from the patient. الآن لو إجاني مثلا مريض في الretinoscope بلس مثلا 3 وبلس 2, دين الفاينل اوبجكتيف ريفراكشن. اب تو يو الوركينج ديستانس. Thank you.
طيب الان هذه عبارة عن مين؟ الفاينل اوبجكتيف ريفراكشن. اوكي، هذه عبارة عن الفاينل اوبجكتيف ريفراكشن. طيب هل هذه الوصفة هي الفاينل بريسكريبشن، اي بمعنى الوصفة النهائية اللي اديها للمريض؟ لا. فبدنا نعمل ايه؟ فيريفيكيشن. فيريفيكيشن بمعنى ريفاينمنت، تأكيد للريفراكتيف ايرور. الوصفة هذه ايش كانت؟ فاينل اوبجكتيف. الوصفة هذه ايش؟ هذه عبارة عن بلس ولا سلندر؟ بلس زي السلندر صح؟ يعني تعتبر سفيرو سلندر. لكن لو أخذنا مثلا وصفة بالشكل هذا بلس ثلاثة، تعمليها الفاينل اوبجكتيف ريفراكشن. Are you agree with him or with here? Okay. إذا plus one diopter sphere. Okay. هذه عبارة عن مين؟ السفير. يعني هذه وصفة الفاينل اوبجكتيف ريفراكشن بالنسبة للسفير. الآن هذه أنا ما بقدرش أديها بشكل دايركت مباشر لمين؟ للمريض. لازم أعمل عملية verification or refinement، تأكيد لمين؟ للوصفة تاعتي. فأول فحص بعمله من خلال refinement or verification for spherical power عندنا الديوكروم تيست. ديوكروم تيست بمعنى إنه الألوان، إنه فحص مش الكالر فيجن. لا، في عنا سلايد. سلايد بمعنى لوحة، أوكي، أو مثلا شريحة بالشكل هذه فيها ريد وجرين، بيكون ريد كالر وجرين كالر. بتعتمد البرنسبل تاعها على مبدأ إيه؟ الكروماتيك أبريشن. كروماتيك أبريشن بمعنى الزيوغ اللوني، أوكي. طبعا الكروماتيك أبريشن بتكون من ريد، اورانج، يلو، جرين، بلو، انديجو، فيوليت صح؟ الريد، الريد كلر ايش يعتبر؟ هاي ويف لينث. الجرين كلر يعتبر less than compared to less wavelength compared to red color. اوكي، اليلو ايش يعتبر؟ مدرت ما بين الجرين وما بين الريد كلر. اوكي، الان في عندنا مصطلح الريفراكتيف اندكس، معامل الانكسار. الريفراكتيف اندكس سبيد اوف لايت ان فاكيوم على السبيد اوف لايت ان ماتيريال. اوكي، فالان المبدا تاع الديوكروم تيست الكروماتيك ابريشن. الكروماتيك ابريشن هذه من وين جاءت؟ من الكروماتيك ديسبيرشن. الكروماتيك ديسبيرشن بمعنى التشتت اللوني. اوكي، الان لما بيكون الانسان متروب عندنا ريد اورنج يلو جرين بلو انديجو فيوليت، هذه احفظوها رجيب. رجيب اوكي. الان لما يكون عندي رجيب عشان تحفظيها انه مين ريد اورنج يلو عشان ما تنسيها يعني انه لو انت مثلا نسيتيها المصطلح هذا بحفظك اياها. الان لما يكون واحد امتروب الريد كلر وين حيتركز؟ فوكس اون ذا ريتينا اور ان فرونت ذا ريتينا اور بيهايند ذا ريتينا. بيهايند ذا ريتينا. واي؟
الآن في حالة الريد كلر لما يكون اللون أحمر. بدها تجاوب؟ حنخلص الفصل وإحنا نقول نفس الكلمة. الآن في الريد كلر اللون الأحمر لما يكون إمتروب بيشن أو إمتروب كونديشن. أوكي؟ الريد كلر وين بتركز؟ إن فرونت أو بيهايند أو إن ذا ريتنا؟ بيهايند ذا ريتنا. واي؟ بالضبط، لأنه في عنده لونج ويف لينث. يعني هان الريد كلر يعتبر إيه؟ أطول. في شيء؟ تفضلي. طيب ما احنا بنحكي هذا الكلام. اذا الريد كلر وين حيتركز؟ خلف الشبكيه، اذا بيهايند ذا ريتينا. طيب بالنسبه لليلو، ان فرونت بيهايند اور اون ذا ريتينا؟ تفضلي. اون ذا ريتينا. واي؟ بالضبط، اذا هو حيكون اون ذا ريتينا. طيب لو اخذنا الجرين كلر وين؟ اوكي يا سيم، انه نفس اليلو هو يعتبر. اذا الجرين كلر وين حيتركز؟ ان فرونت ذا ريتينا. طيب الان الجرين كلر ان فرونت ذا ريتينا، الجرين كلر او الجرين كلر والبلو كلر نفس الطول الموجي تاعهم. الان احنا من ناحيه الديوكروم تيست السلايد تاعنا اما بيكون ريد او جرين، لكن انتوا اخذتوها في الجيومتريكال اوبتكس اخذتوا البلو، لكن البلو والجرين هم يعتبروا مقاربين من ناحيه الويف لينث. اوكي، دائما يو ماست لسن اند ذن يو كان جيف فور كومنت. الجرين والبلو قريبين من بعض من ناحيه الويف لينث، فالان البلو كلر وين بيتجمع؟ ان فرونت ذا ريتينا. الجرين كلر ان فرونت ذا ريتينا. انا عندي في الديوكروم تيست ما فيش بلو كلر، عندي جرين كلر ريد جرين سلايد. اوكي، فحيتجمع وين؟ ان فرونت ذا ريتينا. اوكي، الان في حاله لما يكون عندي بيشنت مايوب، انه مايوب بيشنت، وات دو يو سسبكت فور ذا بيشنت؟ لما يكون مريض، لحظة، لما يكون مريض ميوب عنده قصر النظر، ايش بتتوقعي يكون التوزيع للألوان؟ الريد والريد والجرين واليلو. الريد وين حيتركز؟ في حالة الميوب. تفضلي. اوكي، another answer on the retina. why؟ لانه الان اللايت ريز وين حيتركز؟ في حالة الميوب، in front the retina. اذا الريد كلر وين حيتركز؟ بها on the retina في حالة الميوب. في حالة الهايبر متروب الجرين كلر وين حيتركز؟ or البلو كلر on the retina، صح؟ طيب لو فرضنا عندي بيشنت مايوب، نستخدم معه ايش؟ ماينس ولا بلس؟ ماينس لينز. اوكي، لو فرضنا انه خليناه ارتفيشيالي هايبر متروب، شو معنى ارتفيشيالي هايبر متروب؟ اي بمعنى عنده طول نظر لكن اصطناعي. بمعنى خديجه عندها ماينس 2 مايوب، اوكي، رحت خليت لها ماينس 2.5، صارت ايش؟ هايبر متروب، صح؟ انه ما صلحش عندها. بالضبط، اذا الارتفيشال هايبر متروب حيشوف زي مين؟ الارتفيشال هايبر متروب حيشوف زي مين؟ زي الميوب. والارتفيشال هايبر متروب حيشوف زي مين؟ زي الميوب. مش فاهمين. حاضر. Again. الآن نفرض بيشنت عنده ماينس 2 ديوبتر ميوب،
اذا قديش بتصلحي؟ ماينس 2 صح؟ لو حطينا ماينس 2.5 ايش حيصير؟ حيصير ارتفيشال هايبر متروب، بمعنى هايبر متروب اصطناعي. واضح؟ اذا هذا المريض لما يصير ارتفيشال هايبر متروب حيشوف زي مين؟ ارتفيشال هايبر متروب. ليش زي الميوب؟ لما يكون ارتفيشال هايبر متروب حيشوف زي الهايبر متروب، كانه اصطناعي. يعني انا حكيتها اوكي، ام سو سوري. اذا الارتفيشال هايبر متروب حيكون زي مين؟ الهايبر متروب، لكن هو اصله ايش؟ ميوب. اوكي، لما يكون مثلا ارتفيشال ميوب حيكون زي مين؟ زي الميوب. اوكي، اذا بالنسبه لللايت ريز حيتركز اما in front or behind the retina. طيب الديوكروم تيست وين التركيز تاعه؟ انه هل حنستخدمه فيريفيكيشن للسفير ولا للسلندر؟ للسفير. اذا لو حكينا مثلا الديوكروم تيست هل ممكن انه يستخدم للسلندر؟ لا، اذا only for sphere. اذا الديوكروم تيست verification for spherical power. اذا only for spherical power without astigmatism، لانه كل هيته بتكون المحاور have the same power in all meridian. اوكي، لقيت فهمتوا ال بالنسبه للبرنسبل للديوكروم تيست. اوكي، هذا اهم verification للديوكروم تيست. انا متخيل انه قد تكون فهمت 20% غير لما تطبقي في العملي. واضح؟ لانه المعمل الجاي ان شاء الله، يعني الاسبوع القادم حنطبق اللي هو كعملي كيف الديوكروم تيست ممكن اشوفه. بمعنى انه كان عندي مريض طلع ماينس 2، اوكي، بدي اعمل له فيريفيكيشن للسفير، فبستخدم مين؟ الديوكروم تيست. اوكي، خلي لخصها للديوكروم تيست. نعم، لا لسه هذا ما اخذناهوش. ديوكروم تيست او المسمى الثاني ريد جرين تيست، بمعنى the same meaning. يعني ممكن حدا يقول لك red green test او diachrome test نفس الحاجة. اوكي، نعم، في سؤال؟ لا لا، الديوكروم تيست هيو هذا هو عبارة عن سلايد بعرضه للمريض، في عندنا الريد كلر والجرين كلر. لما يكون متروب او ميوب او هايبر متروب بشوف مين اوضح، انه الريد ولا الجرين كلر. اوكي، يعني بشوف مين الاوضح فعلا. صحيح، يعني بشوف مين الاوضح، يعني هل الريد اوضح ولا الجرين اوضح. طيب في سؤال قبل ما نكمل ايضا، السلام، لما اعمل الديوكروم تيست او الريد جرين تيست هل بعمل فيريفيكيشن للسفير اول ولا للسلندر؟ للسفير. دائما ببدا في مين؟ في السفير، دائما ببدا في السفير. طبعا كل حكى فممكن اللي مش مستوعب، دائما ببدا في الفيريفيكيشن يا ميساء في السفير، ببداش في السلندر. اوكي، من ناحيه الفيريفيكيشن انه تاكيد. اوكي، ممكن يكون في عندنا خلاف ما بين السبجكتيف والاوبجكتيف ميثود لما في النتيجه النهائيه. اوف كورس، السبجكتيف ريفراكشن، سبجكتيف ريفراكشن. طيب
أنا حاسس إنه شوية الاستيعاب مش واضح كتير. بلكت اليوم نطبقها في المعمل بعدين نكملها. طيب طبعا اليوم بنكون أخذنا هيك السبيشال ديفيكولتيز الريتينسكوبي. إن شاء الله في المحاضرة القادمة بنبدأ في الفيريفيكيشن فور سفيريكال باور.